الأغنيات الخاصة اللي قدمتوها قلت أنه رددت عديد من أغنيات الحقيبة باعتباره أغنيات خالدة. في ظاهرة أيضا الواعدين اللي ظهروا في الساحة الفنية في الآونة الأخيرة ظهروا بترديد أغنيات الحقيبة، هل ده نتيجة لإفلاس فني أم نتيجة لأنه أغنيات الحقيبة أغنيات خالدة وبتجد مجالها من أي شخص ممكن يقدمها؟ والله هو يعني اللجوء للحقيبة، أنا يعني في رأيي يعني بدايتي للغناء ذاته كانت مربوطة بالحقيبة. استمعت للكثير من أغاني الحقيبة ولفنانين الحقيبة الفترة يعني اللي كنت أنا فيها طفل. الحقيبة يعني الناس كانوا بيعتمدوا على أصواتهم فيها، وأصوات قوية ومعبرة وشعرها جميل وقريبة لوجدان الناس، ده بتخلي الناس بتتقبلها في أي وقت من الأوقات وبتسمعها. ده ما بعيب الناس إنه يعني يغنوها يعني حتى لو لكن يكون في إنتاج فني خاص هو في الحقيقة هو جايز ده يكون طريق قريب للناس، يعني ده أقصر الطرق للوصول لوزن المستمع إنك تردد حقيبة. ده ما بيمنع إنه الواحد يعني يصل للمستمع خلال أعماله الخاصة به، وممكن ينتغي الجميل في الغناء برا. الناس الفنانين برا السودان بتلقى يتغنوا أغنية بيتغنوا بها أكثر من فنان. والله أحكي لي أنه تخيل لي أنه دي ظاهرة جميلة، قد يكون أنه الناس يسمعوها عن فلان ويسمعوها عن فلان مثال لذلك بدون مقاطعة في أغنية أصابعني دائما وابتسم، في دلوقتي أكثر من فنان بيغنوا ويعني الأغنية ومن أغنيات الكاشف الخالدة وترك عليها بصماته، لكن كل فنان بيأديها بطريقة معينة. صح، وكثير من الغناء يعني في عندك عزة أغنية وطنية الناس كلها تناولتها وغنتها. برا السودان بتلقى مثلا زوروني كل سنة مرة، جارة الوالي، أغاني كثيرة، أغاني المصرية القديمة كلها بتغنى يعني. حتى برا بحس في أثيوبيا عندنا بتلقى الفنانين كلهم بيغنوا أغنية واحدة، يعني تلقى ملوكا بيغني، تلهم بيغني، منليك بيغني، استر بيغني، محمود بيغني، كل دول بيغني أغنية تكون بيغنوها كلهم يعني. أخ محمد، بجانب الغناء أنا يعني عارف وأفتكر برضو الإخوة المشاهدين عارفين من خلال برامج كثيرة سئلت عن اهتمامك بالحركة الرياضية في السودان وتشجيعك لفريق الهلال العاصمي، فبصراحة أين تقف الكرة السودانية الآن؟ وأين يقف فريق الهلال العاصمي؟ سؤال صعب؟ والله يا أخي ما صعب. الكرة السودانية زمان كانت أحسن، يعني دي الناس حقه ما يغلطوا فيها، إنه في فترة الخمسينات والستينات كانت مستوى كويس. تكون في عوامل كثيرة ساعدت، يعني اللاعب ذاته كان بيلعب الكورة من أجل إنه من أجل الكورة. حس الكورة شوية دخلت فيها أشياء كثيرة، يعني المادة خشت فيها. عموما في السنة دي قبل سنة ونص ابتدت يعني تمشي وترد العافية بتاعتها، وإن شاء الله الواحد يتوقع في السنوات القادمة نشاهد فرق قوية ومستوى مطمئن ومشرف. طيب بالنسبة للهلال ما يسترد؟ الهلال يعني هو واضح دلوقتي واقف وين، افتكر هو كويس، وفي الفترة الأخيرة وجد غزة التيم بنجوم، ونتمنى انه نشوف يعني الهلال وأنداده في حالة كويسة. بإجابة هلالية خالص. طيب محمد، في أغنيات قديمة من أغنياتك، يعني قدمت أغنيات مسك عليك، عيونك ديل، والعديد من الأغنيات اللي وجدت في الفترة دي قبول لدى الناس وكان لها مستمعين ولها عشاق وبرددوها. في الفترة الأخيرة قدمت أنت أغنيات جديدة، أغنيات برضو فيها أعطاء فني جيد، لكن في الفترة الأخيرة برضو شايفك ما بتردد هذه الأغنيات، هل اهتميت بالأغاني الجديدة ونسيت الأغنيات القديمة؟ والله أبدا ما نسيت الأغاني القديمة، يعني حتى في آخر التلفزيون غنيت من الأغاني القديمة. طيب مفكرك نسمع واحدة من الأغنيات القديمة؟ وأترك لك الخيار. بدي حاجة جديدة؟ حاجة جديدة.
شلنا همه شوف كم زمن ما شلت همه ولا عشت يا قلبي العذاب وسرحت في ليلة شجون ما عرفت ليه دربك مآب الحب طريق محفوف صعاب الحب طريق محفوف صعاب وانت لسه في اولو في اولو ما قلنا لك الحب طريق قاسي وصعيب من اولو مرضيت كلامنا وجيت براك اهو ده العذاب يتحملوا يستحملوا يا قلبي قالوا يا قلبي قالوا الحب عذاب وافراح حافي هالألم يا قلبي قالوا الحب عذاب يا قلبي قالوا الحب عذاب وافراح حافي هالألم مصير في صفا ما بنفقد عشم صدقني مهما عليك ظلم صدقنا مهما عليك ظلم ماظن حنان وتبدلوا بنبدلوا ما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من أوله من أوله مرضيت كلامنا جيد براك أهو ده العذاب يتحملوا يتحملوا هلا في دنياك ربيع مرت سنين الشوق معاك ولا هلا في دنياك ربيع عانيت جحيم الحب وفا قاسيت حلاوة دريت دموع سعيد بالويل طبيع رضيان سعيد بالويل طبيع والسير طريق ما بتوصلوا ما بتوصلوا ما قلنا لك الحب طريق قاسي وصعيب من أوله من أوله مرضيت كلامنا جيد براك اهو ده العذاب يتحملوا استحملوا ما قلنا ليه محمد من الغناء والرياضة نعرف شوية على التدريس معروف انك استاذ معلم في كلية المعلمات بأم درمان ايه اللي استفادوه الدارسين او الدارسات في كلية المعلمات من فن الاستاذ محمد مرغني افتكر طبعا في مناشط فنية متعددة فايه اللي استفادوه من
مستواك الفني؟ الموسيقى ما زالت يعني في المدارس عموما يعني هي تعد كمنشط، اللهم إلا في معاهد المعلمين، ودي بدت من سنتين إنه الموسيقى تخش في الجدول وفي شكل حصة أسبوعية ما أكثر من كده. هذه طبعا بديه لموسيقى ودراسة موسيقية ما كافية إنه الواحد يأخذ حصة في الأسبوع عشان يستطيع إنه يعني يدرس موسيقى ويتفهم موسيقى كويس، خاصة بالنشاطات موسمية. نعم، برضو ما تنسى حكاية الدورة المدرسية هي بتشغل الناس كثير يعني. الزمن اللي بتاخده الموسيقى ما كثير، لكن الواحد بيحاول يستفيد من أوقات الفراغ، الأمسيات العصريات، إنه يضع برنامج معين من خلال العام ينفذه ويستطيع إنه الناس يعني يعرفوا شيء. يعني هي عملية بتاعت تبصير، وتستطيع إنه تخلق إنسان يتذوق الموسيقى يفهم بسيط في بدايات الموسيقى وكده. الفائدة الحسية إنه الناس بتستطيع تعرف إنه الموسيقى شنو، فوائد شنو من ناحية تربوية، دورة في المدرسة طبعا أنت حتدرس معلمين وتدوم دور الموسيقى عشان يوصلوها في المستقبل، عشان يستفيدوا من النشاط دي في خلق جو دراسي جميل ومعافى ومتحرك وفيه شيء من النشاط كده، وأيضا في خلق جيل يعني مثقف موسيقيا ومتذوق للموسيقى. صح، نحن بنتمنى أنه الفنان محمد مرغني بجانب مشغولياته الفنية المتعددة ما يبخل على طلبته واللي هم معلمين المستقبل في تثقيفهم موسيقيا حتى تساعدهم في المستقبل. محمد الدنيا عيد، وبنختتم هذا اللقاء بلحن مختار تقدم لنا. عطف وحنان يا ناس، عطف وحنان يا ناس، وينسى مليح والناس طويل الليل يضرب رقيق حساس، ضمتنا جلسة ريد نستنا دنيا الناس، ضمتنا جلسة ريد نستنا دنيا الناس، ما شفنا فيها ملل ولا طبع علينا نعاس، عطف وحنان يا ناس. النسيم اسكر ارواحنا من غير راح، جاد الزمان عطر ليلتنا بين افراح، وهب النسيم اسكر ارواحنا من غير راح، وقصر علينا الليل ليلة الأحبة صباح، وقصر علينا الليل ليلة الأحبة صباح، أدينا حق العين شوق السنين ارتاح، أدينا حق العين شوق السنين ارتاح، عطف وحنان يا وسرحنا متقاولين
ساق أحلى كلام. انثر علي الحان من فم رشيق بسام، انثر علي الحان من فم رقيق بسام، بين رحشة الأنفاس ونداوة الأنسام. عطف حنان يا ناس، عطف حنان يا ناس، وانسى مليح والناس وعيون تضوي الليل، قلب رقيق حساس ضمتنا جلسة ليل، نستنا دنيا الناس، ضمتنا جلسة ليل، نسفنا دنيا الناس، ما شفنا فيها ملل ولا طاب علينا نعاس، ولا طاب علينا نعاس.